فرق بين الملكة والجارية. الله يفتح عليك، الله عليك. انا كنت هقفل البث لكن خليني اقول لك على القصة دي. الجارية حتى في امثلة اقول لك اللي فيها جارية تبخ يا سيدي ومش عارفة ايه. الجارية اللي زوجة تتعامل كسكند هاند، زوجة تتعامل كأنها واحدة ملهاش قيمة، زوجة تتعامل بقلة تقدير واحترام، زوجة تتشتم وإزاء لفظي وإزاء جسدي وخذلان، ويجي قدام أهله يبهدل فيها وينقص منها، ويجي قدام أهلها ينتقدها ولوم وانت واحمد ربنا، ولما يعاقبها يعطي العيال. ده أنا شفت كده حالات، وما يديش للزوج، ما يجيبلهاش تاكل، ما جبلهاش تاكل، لا اصل هي مزعلاني فما جبلهاش تاكل. تحاسب والله، منك لله تحاسب، حسبي الله ونعم الوكيل. امال مين يوصل عندي يا ابني؟ ويجي اولادها يخبوا الاكل ويعطوها وحالات. ده مش راجل، ده بيعاملك. لكن الملكه زي ما الاسلام قال، حق النفقه والمسكن والمأكل والمشرب والملبس، ولك ذمه ماليه ولك راي ولك كرامه ولك حدود ولك كذا، وفي حب وموده. إن الحب والمودة اللي هو فيه التغافل، في المرة دي مش طبع زوجك على طول كده متفرعن ومتسلط وأقول له أنت أصيلة غلط، ولكن ده مش حال والله، ليس والله أبدا مش هو، لم أعهد عليه وما كان له. وهجيب لكم القصة دي أعملها لكم في بس مخصوص، وما كان له أبدا لم أعهد عليه ذلك. جاي متضايق مرة بتاع، لكن مش ده سمته ولا دي اخلاقه، يبقى على راسي استحمله وقت الغضب. لكن لما يبقى ده دايدا وده حاله مستمره، ودي مصيبه من المصايب بقى، يعني دي مصيبه من المصايب، ده حاله مستمره في قله الادب وعدم الاحترام والتقدير والايذاء الجسدي، وده لا ده يقف عند حد وتعمل له قعده رجاله وجلسه رجاله ويتعمل. نفع ما نفعش، ما تكمل. انا بقول لك اهو، ما تكمليش، ما تكمليش مع حد يهينك، ما تكمليش مع حد يأذيكي، ما تكمليش مع حد دايما مقلل منك وسخط. يا جماعه ده الايذاء النفسي بيموت. تعالوا ما اقول لكم على حاجه مصيبه، انتوا عارفين ايه اللي ممكن يموت بجد بدون حاجات الموت كلها؟ ايه اللي ممكن يموت ويقتل وانت عايشه؟ الكلمه الاذيه، الكلمه السلبيه والاذيه. عارفين بتعمل ايه؟ بتضعف جهاز المناعه، حقيقي تضعف جهاز المناعة. يجيلك بقى انت عرضة لجميع الأمراض، مش بانك أتاك بقى ولا قلب ولا ضغط ولا سكر، انت خلاص ما في الجهاز اللي ربنا حطه ذات نفسه علشان بس ان يدافع، خلاص ضعيف، ضعف بالخزلان والكسرة وقلة الاحترام وقلة الرباية، وحد حتى ما يراعيش حتى بني آدم. يا أخي ده انت مأمور القطة اتحبست فيها، دخلت الست فيها النار بسبب حبست قطة، لا منها سابتها تاكل من خشاش الارض ولا منها جابت لها اكل، فما بالك بواحدة عندك تسم بدنها باللقمة، ودي كذا وانت بتعرفي وانت ايه والقرف وانت مش مهمة وانت مش منظمة. تموت الست، احي الست بالكلمة والتشجيع، كتر خير. الله يسلم. المرة الجاي يعني كنت شفت مرة مقطع في الاب وجد واولاد، الام دايما بتحرق العيش بتاع التوست، بتطلعه محروق، فياخدوه يعملوا عليه نكته تيك وهم يتكلموا، واحد اتنين تلاته كله يطم في وقت واحد عشان ما ارمش، فيعمل صوت فيضحك وتقول لهم بقى مش عارفه ايه، ويا بلطافه وحاجه جميله، مش قاعدين لبعض على الواحده وده يمقت في ده وده يعمل، احنا فين هنا في حرب احنا ولا ايه؟ مش بيت ده، مش جواز ده. عشان كده تاني بقول خدوا معلومات الزواج دايما، واللي يتكلم في الاسره الثقه المؤتمن ذو المرجعيه العلميه والمرجعيه الشرعيه، لا نقبل الا بالاربعه دول، هو دول المقاييس. خلاف كده هرتله.